القاهرة ما بقتش مدينة تحب انك تعيش فيها. القاهرة الكبرى لها خصوصية خاصة. القاهرة مساحتها محدودة جدا، عدد السكان فيها حوالي 15 مليون، بيجي لها كل يوم حوالي 5 مليون. القاهرة بتسجل ان هي من اكتر المدن على المستوى العالمي في التلوث. القاهرة كمدينة، مدينة يعني فيها تلوث في كل حتة، كل الناس حاسة بيه، تلوث في المية، تلوث في الجو، تلوث في الزحمة، تلوث سمعي، تلوث يعني بصري. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية لأن كل حاجة اختلفت في مصر. الناس فجأة حست إن هي مصر رجعت لها، إن هم بقالهم حاجة في البلد دي. بعد 25 يناير الناس كانت عاوزة تعمل حاجة، وأول مظهر، وهي حاجة غريبة جدا، أول مظهر إنها عاوزة تنظف، يعني عاوزة تحافظ على البيئة. الثورة ما كانتش ثورة فقط على النظام والوضع الساد، الثورة كانت ثورة على كل الملوثات. قبل كده وقبل الأحداث الأخيرة دي ما كانش الكلام ده واضح، يعني كان كل واحد اهتمامه الأول والأخير ببيته بعربيته، لأنه مش حاسس إن الشارع ده جزء منه. فقست التلوث عشان تتشاف بشكل صحيح لازم يتشاف الظهر بتاعها اللي هو كيف يدار. هنا القاهرة القاهرة القاهرة، هنا القاهرة القاهرة القاهرة، هنا القاهرة الساحرة الآسرة الهادرة الساهرة السادرة السافرة، هنا القاهرة. مشاكل التلوث لازم بتكون موجودة في المدن الكبيرة، بس احنا بنتكلم على حدتها قد ايه وانتشارها قد ايه وقدرتنا على التحكم فيها. لكن احنا للأسف الشديد بتعاملنا معاها بسلوكنا معاها كلنا بنقهرها، بنقهر هذه القاهرة. جزء أساسي من حياة أي بني آدم إن هو يكون عايش في مكان نظيف ومكان كويس. أكتر حاجة بتتعبني إن كمية الزبالة اللي بقيت أشوفها. النظافة ومستوى النظافة بتؤثر في التصرفات الاجتماعية والسلوك الاجتماعي. سلوك البني آدمين اللي عمل كده واللي حصل ده بيأثر بالتالي في سلوك البني آدمين. فده موجود، الدولة مش موجودة، مش موجودة يعني بجد. فين رئيس الحي؟ فين المحافظ الموجود في المكان؟ وهي الزبالة في كل مكان. في الأربعينات وقبل كده مثلاً كان الناس ساكنة في أماكن لها حوش أو حديقة، واللي بيطلع من المطبخ هو الأكل وبس، ما كناش بننزل سوبر ماركت. فالأكل اللي كان بيطلع كانوا بيربوا عليه كم حيوان صغير كده، فرختين أرنبتين وخلصت، فما كانش في قمامة في الشوارع. يعني أنا فاكر في 83 كان كل المخلفات اللي بتطلع حوالي 4000 طن في اليوم، لما في سنة 2000 وصلت ثلاث أضعاف مخلفات صلب. دخل علينا مفهوم الإلقاء والتخلص من ما تبقى من المنزل اللي هو ليس عضوي. فمن هنا جاءت فئة من الواحات ابتدوا يدوروا ويلفوا على البيوت، ودي كانت أول خدمة جمع مخلفات في القاهرة. لكن كان همهم الإتجار في السلع التي
تنتج في منازل سكان القاهرة. يعني احنا ننزل اي منطقة يكون فيها زبالة عشان ناكل منها لقمة عيش. لان احنا شغلنا اصلا بيبدأ يعني لقمة عيشنا احنا بتبدأ من قلب الزبالة دي. احنا مالناش شغلانة تانية اصلا ليها. يعني احنا مالناش شغلانة غيرها هي. هي دي بتصرف على بيتنا وتصرف على عيالنا وندفع منها الايجار وندفع منها الكهرباء ونعلم منها عيالنا. بتلاقي في الاحياء الغنية حاجات كتير ينفع يتعمل لها تدوير. فكانوا بيهتموا جدا الزبالين ان يروحوا يلموا الزبالة دي اللي هتجيب لهم فلوس. وما يروحوش يلموا زبالة الحتت الفقيرة اللي هي مش هتجيب لهم فلوس. احنا بنلف في اي مكان يكون فيه زبالة. في اي مكان يكون فيه زبالة سواء منطقة نظيفة منطقة شعبية احنا بننزلها. اتأسست حاجة اسمها هيئة نظافة وتجميل القاهرة والمرادف ليها في الجيزة. قالوا يلا بينا ننظم الموضوع لأنه الجماعة دول بيطلعوا بعربية كرو وبيحطلوا المرور والسياحة والمدينة والحضارة. لا ما ينفعش، لازم نطور الخدمة. انشأت الهيئة سنة 83 وكانت اختصاصاتها النظافة العامة بمعنى إدارة المخلفات الصلبة، الجمع والنقل والتخلص الآمن. هيئة النظافة بقت تنظر للموضوع ده وتشوف هل ندخل محليات أكتر شركات أكتر، والحيرة استمرت لحد ما في سنة من السنوات قالوا لا شركة ولا متعهد ولا تقليدي ولا بتاع، بلاش المصريين هاتوا الأجانب. يعني الشركات دي هي اللي بتنظف برة وماشيين كويس، وما تسافر أي عاصمة أوروبية فيها الشركات دي بتشتغل تلاقيها في منتهى النظافة. ليه الشركات دي ما نفعتش في مصر؟ العقود بتاعتها ما تعملتش بشكل مظبوط؟ في شوارع كثيرة، القاهرة فيها كم شارع؟ امشي في كام شارع تلاقيه نظيف. الاهتمام بالشوارع الرئيسية فقط، لكن الشوارع الجانبية اللي هي السكان موجودين فيها بصفة دايمة اللي هي ملاصقة لبيوتهم دي ما فيهاش أدنى اهتمام خالص. والدولة بتقول لك ايه ده احنا كويسين جدا في الطرق الكبيرة، ولا في الطرق الكبيرة. تلاقي في شوارع شوارع لسه الورديه بتاعتها ما جاتش، لسه ما اتكنستش، لسه في ناس بتاخد الزباله تحطها في كيس وترميها في مكان بعيد عن بيته. تيجي علينا اوقات الزبال بينقطع مثلا فتره ما تقرب من 10 ايام متواصله. حطيتها في البيت ريحتها بتبتدي تتغير، بضطر ان انا بروح ارميها في اي مقلب عمومي في شارع عمومي. ألوم المواطن ان هو يعني بيتعامل مع البيئه معامله سلبيه. هيقول المواطن هو اللي بيوسخ. ما المواطن اللي بيوسخ عشان هو محدش علمه، محدش وعاه، وما ادالوش حل بديل. لو انا قلت للمواطن ما ترميش في الشارع وفرت له ايه؟ انا كحكومه هل انا وفرت له سله وقلت له ارمي في دي؟ فلو ما رماش في دي يعاقب؟ المواطن العادي عليه واجب ان لو في صندوق ما يرميش زباله في الارض، يرمي جوه الصندوق، بس ما فيش صناديق عشان نرمي فيها. شركه الكهرباء بتاخد فلوس على اتم ليه؟ ايوه نظف الدنيا، بيجي يرموا على الحي على عبء الحي والحي بيجيبه انش وانش، الناس بتدفع كهرباء لكن ادفع انا واحد ناس ساعتها وناس تبقى فلوس. كل واحد لو راعي ضميره وبصر ضميره هتبص تلاقي كل حاجه انعدت، هتبص تلاقي كل حاجه انعدت لوحديه. حطت مخلفات ما اتشالتش، يبقى الناس هتعمل فيها ايه؟ بتروح مولعه فيها. دي الصورة الطبيعية اللي احنا عايشين فيها، واصبح فرض علينا ان احنا كل يوم نشم الريح الروايح دي، وده بيخش على الرئة بتاعتنا وبتاعت اولادنا.
فالمشكلة الأساسية مش إنه ما فيش أكشن، هي المشكلة الأساسية إن مين هيبلغ علشان أصلاً تقدر إن أنت تاخد رد فعل لحاجة زي كده. لما بنحاول نتصل بحد مسؤول إن رد مرة تانية بيبقى التليفون مرفوع من الخدمة، وإن رد برضو بيقول إنه هو إن شاء الله هيتصرف والوضع هيبقى أجمل، وبعد كده ما فيش حاجة. غرفة العمليات الخاصة بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بيجي شكاوى على مدار اليوم وال 24 ساعة وعطلات رسمية وخلاف وأعياد، الهيئة شغالة ما لا نهاية. ألو يا فندم. اتفضل يا فندم، مين معايا؟ مهندس علي حسين. طب حالا يا باشا، لو ما تم الشيء أكد معانا سيادتك هبلغ لك على اللاسلك اهو. اتفضل يا باشا، اضرب له على الاي دي بعد إذنك. مهندس حسام الدمرداش. نبدأ عمليات. بقول لسيادتك في شكوى جايه شارع غرب الاشلاء حي الويلي للاميه، ومراجعه الشارع ودينا تمام يا باشمهندس للاميه. انا مجرد تنفيذ واخر الانتهاء اخر كتاب تمام. مسؤولية إلقاء القمامة في الشوارع أو قلة عدد السرير دي مسؤولية مشتركة بين المسؤولين عن النظافة والمواطنين، بس اللي يتحمل المسؤولية العظمى فيها هم مسؤولين عن النظافة. هو ده المحور الأساسي في 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 الخلافات، إن أنا النهاردة عندي شارع نظفت الشارع يبقى أنا عملت خطة العمل. الشارع توسخ بعد ساعتين بعد ثلاثة أنا ما تسألنيش. طبقات معينة من المجتمع دلوقتي اللي هم بيمثلوا النسبة البسيطة في المجتمع هم حسوا بمخاطر البيئة وحبوا يتلافوا هذا ويتلافوا كل الصعوبات اللي احنا بنتكلم عليها، عدم القدرة على ان احنا نتعايش في مناخ صحي، فهم ابتدوا بما يملكوا من كل هذه القدرات وكل هذه الامكانيات يلاقوا نفسهم مخارج لحماية نفسهم من مخاطر البيئة دي. Keep Egypt Clean هي مبادرة شبابية ابتدت في الاول بواحد من الشباب مش عاجبه الوضع اللي في مصر، فقال انا عايز اعمل حاجة بسيطة جدا، اعمل فان بيج على فيسبوك. وبعدين انضمت له انا ومجموعه تانية من الشباب اللي اوريدي كانوا عندهم اهتمام بالموضوع ده، وابتدينا نكون مع بعض فريق، فابتدينا ننزل بنفسنا ونعمل حملات تنظيف للمناطق والشوارع. المبادرات اللي بيعملوها الشباب في نظافه الشوارع دي رائعه، حتى لو الحكومه الشركه اي حد لم، طب ايه العيب ان انا انظف زياده الشارع بتاعي ده بيتي كالقاهره يعني كالقاهره نفسها طبعا بالعدد الكبير اللي فيها دي، فهي محتاجه شغل كبير عشان تبقى نظيفه يعني، بس طبعا فيها مناطق كتير شعبيه بتبقى يعني مهما نظفناها الناس ما عندهاش توعيه، فاحنا محتاجين كمان نوعيهم ان مهما عملنا لا خلاص دي بقت بتاعتنا، حتتكم نتفت فلازم يعني تحافظ بقى عليها، يعني ما توسخهاش بقى تاني انت كمان بقى بايديك، ان خلاص دي منطقتك ده بيتك. وده اللي خلى عبء كبير عليا وعلى الهيئة وعلى المحافظة وعلى الأجهزة التنفيذية والشركات، إن النهاردة الناس بقت تطالب إن بالنظافة والتجميل، وبقت الشكوى كثيرة 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 إن أنت ما حدش بيقبل إن يلاقي كومة قدام بيته ولا أي حاجة. وفعلا تمت إنجازات كثيرة جدا خلال هذه الفترة، تم القضاء نهائيا على المقالب المكشوفة، اتعملت مقالب او مدافن صحيه، بمعنى ان الزباله تخش تدفن وتدك عشان الغازات وتضغط. الناس القائمين على العمل البيئي ليس فقط في مصر ولكن في جميع الدول العربيه ودول العالم بيعتمدوا على حل مشاكل البيئيه بالمعالجه سيركل ايكونومي، ان انا النهارده مرميش مخلفات واروح احطها في مقلب او احطها في مدفن او احرقها في محرقه، لا استفيد منها واطلع منها منتج. واعتقد هو ده اللي احنا يجب ان احنا نركز عليه بالنسبه لمصر وبالنسبه للشرق الاوسط بصفه عامه. فاحنا من حوالي 7 سنين استطعنا ان احنا ناخد مثل هذه القياس القمامه السوداء الملوثه، وبدانا نعمل تكنولوجيا جديده، وتطور هذه التكنولوجيا هي الوحيده على مستوى العالم كله. بناخد احنا البلاستيك المخلفات بنيجي نعمله عمليه طحن، ان احنا خدناها وبنضيف لها بنعمل لها عمليه اضافات بسيطه علشان نطلع بعض المنتجات زي الغطاء بتاع الصرف الصحي.
وده يمكن برضو نفس الحكاية من المرفوضات، بس احنا بنيجي بقى على المرفوضات لان هي كاس زبالة سودة، فبنيجي ان احنا نغطيها بهذا المخلف. ده المخلف ده من مصانع الرخام والجرانيت عشان نقدر نغطي الحاجات اللي هي السودة بهذا الشكل الجمالي. لو قدرنا نوصل للفكرة دي، احنا عندنا مشاريع قومية زي تحويل القمامة لطاقة كهربية، ده كله مش مطبق، لو قدرنا نطبقه ونستثمر فيه هنحل مشكلة كبيرة. مشكلة الزبالة عامل مشترك في كل أنواع التلوث، سواء كان تلوث في الهواء أو في المية أو في التلوث البصري. ساعة ذروة المواصلات قدرة على التنفس بتكون مقطوعة، وخصوصا في شهر 6 وشهر 7. يعني احنا بقت نسبة حساسية عندنا في أطفال 18%، ودي من أعلى المعدلات اللي موجودة في العالم. يعني الأوضة اللي احنا قاعدين فيها دي ممكن 2 يدخنوا وتبقى مقبولة، لكن لو قعدوا 20 واحد بيدخنوا هتبقى تعدت قدرتها على الاستيعاب وتبقى خلاص. شبرا الخيمة بتجتمع فيها كل أنواع التلوث. تخيل المفروض ان انا افتح الشباك يوميا عشان اتلقى نسمات، يعني هوا كده تخش في الصدر الانسان. للاسف الشديد ان الواحد بيشوف كميه من السحب والدخان والروائح المقززه نتيجه عوادم المصانع والعربيات، وده بيضرني وبيضر اولادي واخواني وكل طفل عايش معايا في نفس المنطقه اللي انا فيها. التلوث اللي عندنا تظهر سحابة غامقة سوداء تغطي السماوات. ضد كل معايير البيئة، ضد كل معايير. ليه؟ الناس ليه بتشتكي كلها؟ ليه السحابة؟ الأمراض دي ما ينفعش فيها العلاج. احنا عندنا ظاهرة بدأت تظهر من سنة 99 في القاهرة اسمها السحابة السوداء. حوالين القاهرة في بعض المحافظات بتزرع قش الرز. أول قش رز ما يحرق الدخان ده بيتصاعد، فدوت بيبين السحابة السوداء بشكل كبير جدا. كلنا كدكاترة صدر بيبقى بنستنى السحابة السوداء. إذا كنا دايما بنقول إن التدخين يؤدي إلى سرطان الرئة، لكن سرطان الرئة يصيب غير المدخنين نتيجة التلوث. حرق قش الرز ده كارثة كبيرة جدا، لأن قش الرز ده حاجة إحنا بنستفيد منها. كل ما كان حرق قش الرز أرخص من معاملته علميا بما لا يطلع هذه السحابة على الجو، بيلجأوا الناس للأرخص. في برنامج للحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وده الحقيقة احنا بدأنا في سنة 2005 بشركة واحدة. السنة دي احنا او سنة 2010 كان في عندنا 5 شركات تستهدف تجميع حوالي 50,000 طن قش رز وتحويلهم الى سماد عضوي او حلف حيواني، بدل ما هي تبقى مشكلة بيئية الى مصدر اقتصادي وعائد ذات عائد اقتصادي او فائدة، سواء سماد عضوي او علف حيواني. قش الرز ده الشماعة اللي الحكومة دايما تعلق عليها السحابة السوداء. في موسم اللي ما فيهوش رز اصلا السحابة السوداء موجودة. بنجد ان التلوث الهواء بيجي من عندنا من ايه؟ بيجي عندنا من اول حاجة عدم العربيات، دي على قيمتها. نمرة 2 من المصانع، شبرا الخيمة وستة اكتوبر وعشر رمضان وحلوان والاسمنت وكل ما يحيط وابو زعبل وكل ما يحيط بالقاهرة من أنشطة صناعية. تركيز ملوثات الهواء في القاهرة بتركز في منطقتين أساسيين، منطقة حلوان والمنطقة الأخرى ملوثة اللي هي منطقة شبرا الخيمة. هما المنطقتين دولهم بنسميهم احنا الهوت سبوت لتلوث الهواء الموجود في القاهرة. الأنشطة الصناعية اللي كانت في وقت من الأوقات بعيدة عن القاهرة، لما القاهرة بتكبر بقت خلاص جوه القاهرة. منطقة زي حلوان، منطقة بكثافتها السكانية اللي احنا كنا بنعتبرها في وقت من الأوقات منتجع صحي، استطعنا ان احنا نحولها لمنطقة موبوءة بالأمراض، ان احنا حطينا فيها كل مصانع الأسمنت اللي موجودة وفي نفس الوقت مصانع الأسمنت دي ما عملناش عليها كنترول جيد للفلاتر بتاعتها والمداخن بتاعتها، كل ده احنا سبناه بدون رقاب. احنا عندنا برضو في بعض مناطق القاهرة زي شبرا الخيمة والمعصرة كان عندنا في وقت من الأوقات مصانع للأسبستوس، وكانت مصانع دي محرمة دوليا لأنها بتؤدي إلى سرطان في الغشاء البلوري كويس، ومرض اسمه ميزسليوم.
وده من انواع الاورام التي لا تستجيب الى كيماوي او اشعاع. للاسف الشديد احنا بنشوف نتاج، يعني بنشوف المرضى بعد 25 سنه من التعرض، فما نرى الان هو نتاج 25 سنه فاتوا. احنا ساكنين هنا بقالنا 35 سنه، 35 سنه دول في عيالنا عيانين وعيالنا تعبانين. ابني صغير 8 سنين جاله حصيه على صدره، لما هو عنده حصيه على صدره من دلوقتي، امال لما يكبر هيبقى ايه؟ الناس اللي في البيت سابت البيت وطفشت، احنا اللي دلوقتي اللي سكننا في البيت خلاص من كتر الناس، من كتر الريحه والقرف والمرض سابوا البيت ومشوا. في محددات كتيره جدا دلوقتي في اقامه مصانع جديده خارج الكتله السكنيه، يبقى اختيار مكان المصنع، ولو اتعمل المصنع وخلاص بقى امر واقع لازم يكون في رقابه عليه عشان كنترول التلوث ده. في برنامج للحد من التلوث الصناعي بتفوق ميزانيته 1,200,000,000 جنيه، بيستهدف الصناعات الكبرى في القاهره الكبرى سواء صناعات الاسمنت او الحديد والصلب، زائد صناعات الطوب اللي هي منتشره في جنوب القاهره، ومصانع الاسمنت ركبت فلاتر وبيتم ضبطها ومراقبتها الكترونيا على مدار 24 ساعه. لازم اعمل حاجه اسمها دراسه تقييم الاثر البيئي، ودراسه تقييم الاثر البيئي دي بتشمل حاجه مهمه قوي اللي هي الوقايه خير من العلاج. بمعنى انا النهارده لو عايز اعمل وقايه للبيئه يبقى لازم اعمل هذا المشروع واعمل له اعمل دراسه علشان اشوف كيفيه الاستفاده منها، وهذه التكنولوجيا هل هي هتحل لي مشكله وتترك مشكله بيئيه ولا لا. التفتيش البيئي بوزارة الدولة لشؤون البيئة هو اللي بيقوم بالتفتيش على المنشآت عموما على مستوى جمهورية مصر العربية. المهمة الرئيسية للدولة ان هي المنشآت دي تتوافق بيئيا طبقا للمعايير والقياسات اللي هي منصوص عليها في القانون. ما فيش منشأة طبعا لما يكون فيها مخالفات، والمخالفات بتتراوح بين انها ممكن انبعاثات اتربة او غازية او خلافه. عملنا على مدار 10 سنين برنامج متكامل للخفض تركيزات الرصاص في الهواء، نقلنا مسابق الرصاص اللي بينتج عنها تلوث بالرصاص خارج الكتلة السكنية، وكانوا متركزين في منطقة شبرا الخيمة. المسابق اللي موجودة في القاهرة اتقال انها اتشالت من مكانها، وده مخالف للواقع. بعض المسابك اتشال واتنقل لمنطقة صناعية في أبو زعبل، ولكن في مسابك رصاص وزهر ونحاس ما زالت موجودة في المنطقة وبتسبب تلوث شديد جدا ويسبب أمراض مزمنة للموجود في مناطق معينة. الحساسية ونشاط الحساسية، نشاط السدة الشعبية، كلها أمراض مزمنة بما تحمل كلمة أمراض مزمنة، يعني مرض مزمن تساوي علاج مستمر، وعلاج مستمر هنا لا أقصد به علاج يؤدي إلى شفاء بل لعلاج الأعراض وليس علاج المرض. في 2007 وزارة الصحة عملت حملة لقياس تركيزات الرصاص في الدم الأطفال والسيدات والرجال في منطقة شبرا الخيمة. قبل ما نبدأ وبعد ما بدأنا لقينا أن التركيزات في دم الأطفال نقصت من ما كانت 40% الأعلى من الحدود، دلوقتي وصلت لي حوالي 20% اللي هم بيعانوا من التركيزات الأعلى من الحدود، وده يعتبر نجاح كبير جدا لأن انت خفضت النسبة بهذا التركيز. نسبة 20% برضو نسبة كبيرة جدا، ما تدعوش للفخر، تدعو للخزي ان احنا ازاي ما قدرناش نوصل ان نقضي على الرصاص، في ترصيب الرصاص في دم الأطفال يبقى مش موجود أصلا، ده الحق الطبيعي اللي هو ليهم. المشكلة الأساسية في الهواء بتاع القاهرة العربيات، عوادم العربيات. 26% من أجمال حمل التلوث جاي من عوادم السيارات. ساعة ذروة المواصلات قدرة على التنفس بتكون مقطوعة، خصوصا في شهر 6 وشهر 7 بتبقى عملية فيها قسوة شديدة في التنفس. لما بصينا على عوادم السيارات ليه سببها انها بهذه النسبة 26%، لاحظنا ان في 28% من اسطول النقل في مصر عمره اكتر من 25 سنة. معنى ان اسطول النقل عمره اكتر من 25 سنة ده ليه حمل على البيئة، وبالتالي العربيات القديمة دي كم التلوث اللي طالع منها اكتر بكتير من العربيات الحديثة، لانها طبعا الموتورات بتاعتها مش مظبوطة.
الباصات الكبيرة بتاعة اللي هي بتاعة الدولة، وسيلة النقل العام، وتمشي العربية وهي مليانة بتدخن، الموتور مفوت وماشي عمال يلوث في البيئة. كل ده بيأثر على نوعية الهواء، كل ده في النهاية بيأثر على البني آدم. فكل ده كان حمل على البيئة، وده اللي خلانا نفكر في وزارة الدولة لشؤون البيئة ان احنا نعمل مشروع لإخراج السيارات المتقدمة من وإحلالها بسيارات حديثة. وبدأنا بالتاكسيات. وبدأنا بالتاكسيات ليه؟ لأن التاكسي بيشتغل في اليوم 10 ساعات في الشارع، في حين أن السيارة الملاكي بتبقى متوسط وجودها في الشارع ساعة أو ساعة ونص. معايا تاكسي قديم بيجو قدمته في موضوع الإحلال، واستلمت عربية اسبرانزا اللي هي معايا حاليا. دلوقتي أنا لما بيجي أطلب العربية بتاعتي دي بيسألوني في البنك أنت عاوز عربية نوعها إيه وعاوزها غاز ولا بنزين؟ أنا اللي طبعاً طالب بنزين وغاز، تمام؟ طبعاً الغاز ما يعني حاجة كويسة وملوش عادم، وبالنسبة للتكلفة برضو أقل من البنزين. فبالنسبة طبعاً للحكومة كان المفروض إن هي تمشي في موضوع البيئة ده وتخلي العربيات كلها غاز. لما جينا نعمل إحلال وتجديد التاكسي كنا نلزمهم باستخدام الغاز الطبيعي بديل للبنزين والسولار، برضو المفروض في الميكروباصات اللي موجودة دلوقتي، لأن للأسف الشديد إن الفحص اللي بيتعمل في المرور للعربيات ده فحص وهمي. عملنا قانون موجود في قانون البيئة إنه العوادم لازم ما تعديش نسبة معينة من الملوثات. حس إن إحنا السيارات اللي هي بتطلع عوادم تزيد عن الحد القانون بيتم إيقاف ترخيصها. بس هل أنت شفت أي ضابط بوليس قبل كده بيوقف عربية عشان بتطلع عادم؟ ما بيحصلش. المشكلة الكبرى إنه الموضوع ده في لعب وفي محسوبيات وفي ساعات رشاوي وعربيات بتكون لا تصلح وبتاخد شهادة ان هي تصلح. طبعا دي مأساة، لان انت كمية الانبعاثات اللي بتطلع من حاجات زي كده بتبقى كتيرة جدا. انا عن نفسي واحد من ضمن المتضررين بالنسبة للدخان ده، لان انا عامل عملية قلب مفتوح بسبب الدخان على فكرة بالمناسبة. فالمشكلة مش مشكلة قوانين، هي مشكلة تفعيل القوانين ونشر الوعي. للأسف الشديد بقينا نهتم بالمظاهر، يعني للأسف ممكن يكون بيت واحد فيه عربية واثنين وثلاثة، ليه ما نرجعش مثلا ان احنا نستخدم العجل كوسيلة لوسائل المواصلات دي موجودة في كل دول العالم. في ناس عاملين اللي هو نادي الدراجات بقالهم زمان جدا بيحفروا علشان يخلوا ان الدراجات تعتمد في مصر كوسيلة للمواصلات، ما بتلوث البيئة، صديقة للبيئة وكمان رياضة. بقالي فترة أنا وعدد كبير من الناس أصحابي واللي شغالين معايا مهتمين بإن احنا نحسن البيئة في مصر شوية، فاحنا بدأنا نعمل كذا مبادرة من ضمنها إن احنا بنحاول إن احنا نروح الشغل بالعجل مرتين في الأسبوع. بدأنا إن احنا نروح الشغل بالعجل فترة من الفترات لغاية ما جينا لقينا إن ده بقى أحسن بكتير قوي. ده احنا لما بنروح الشغل بالعجل بنروح أسرع ما بنروح بالعربية وإحنا راجعين كمان. احنا كجروب مثلا احنا حوالي 20 واحد، تخيل لو 20 واحد بدل ما ياخدوا 20 عربية ويروحوا بيها شغل ما بقاش فيه 20 عربية، فانت بقى نسبة العادم قللتها جدا وقللت نسبة الازدحام جدا. احنا محتاجين طرق مخصصة لينا، لا يعني ما يعني ما بالوضع الحالي ما ينفعش. لازم يعمل لين او طريق مخصص صغير للعجل. في كان مبادرة لطيفة جدا كانت ظهرت على الانترنت اللي هي حاجة اسمها الكار بولينج، او المشاركه في السياره، انك وانت رايح الشغل الناس كلها بتحط عناوينها على الويب سايت ده على الموقع ده على الانترنت، وكل الساكنين في حته واحده وبيشتغلوا برضو في حته واحده ممكن يروحوا مع بعض في العربيه. ابتدت معانا الفكره من سنتين تقريبا، مع طبعا يعني زحمه المشوار والزحمه عماله بتزيد،
فابتدينا نفكر ان احنا اللي ساكنين جنب بعض نيجي مع بعض ونظبط مواعيدنا مع بعض بحيث ان احنا نقدر ان احنا نستفيد من الموضوع. فممكن مثلا انا اجي الاسبوع ده بالعربيه، ممكن بعد كده واحد تاني يجي الاسبوع اللي بعده. تمام بالطريقه دي كده انا شايف ان احنا قدرنا نحقق 3 اهداف. اول حاجه نقلل استهلاك العربيه والبنزين. الحاجه الثانيه ان احنا بنحافظ على البيئه. الحاجه الثانيه ان احنا بنقلل الزحمه اللي موجوده في البلد. مع الوقت الناس بدات تقتنع بالفكر اللي احنا بنعملها وبدات تشاركنا فيها، وان شاء الله مع الوقت عدد اكبر تاني هيشاركنا، فعن طريق كده نقدر ان احنا نحسن جزء من البيئه، وده من اقل الواجبات اللي علينا لمصر ان شاء الله. عليه الرد من جد ايه والفي ما جالش عمره الحل ولا بيوصل. نهر النيل بيعتبر هو شريان الحياة، مفيش أي تحسين ملموس بنحسه بمية الشرب. بعض المصانع هناك سواء كانت أسمدة، استغرب ليه لما الناس يجي لها فشل كلوي ولا حتى سبب هذه الأمراض للمية الملوثة اللي بنشربها. صرف صحي بينتج عنها مخلفات. كوباية المية بدل ما تروي تكون سبب للمية، يعني مية ما ينفعش الحيوان يشربها ذات نفسه. مصادر التلوث للمياه السطحية: الصرف الصحي، القمامة، العائمات البحرية، الصرف الزراعي، الصرف الصناعي الغير معالج. مشكلة الصرف الصناعي هي مشكلة البيئة بشكل عام، أن هناك تكلفة. المصانع بتاخد من نهر النيل، بالذات اللي على نهر النيل بتاخد من نهر النيل، غالبا بيبقى التبريد لعمليات التبريد عندها في الغالب، وبتعمل الدورة بتاعتها. المفروض فيها ترجعش المية تاني النيل إلا لما يكون اتعمل لها شكل معين من التدوير. أنا عندي مصنع بلوث، انا لما احط محطه معالجه انا مش هكسب حاجه، مش كده؟ يعني اللي هينضر حد غيري، والطريقه التفكير دي هي المشكله. منعنا ووفقنا اوضاع اكتر من 98% من المصانع اللي بتصرف على نهر النيل بطريق مباشر او غير مباشر. بيحصل تفتيش مفاجئ على المكان، وبيتاخد عينات مفاجئه، وبيتعامل معاهم إجراءات قانونية طبقا للائحة التنفيذية اللي موجودة في قانون البيئة. في أماكن كتير في مصر مش محتاجين هم يجيبوا أجهزة عشان أو يودوا معامل عشان يتأكدوا المية ملوثة لمش روايح بتاعتها بتبقى باينة، الشكل بتاعها لما بتتحط في الكوباية بيبقى باين. المية المفروض إن هي لا لون لا رائحة لا طعم، معنى إن حاجة من الحاجات دي تتغير يبقى أنا غيرت من الخصائص الأساسية بتاعت المية. لو انا عندي مثلا في بيتي جبت شاشه قطعه من الشاشه او القطن وحطيتها على مصدر اللي هو الحنفيه وسبتها يوم او يومين، وجيت بعد كده فكيت الشاشه دي مطرح ما بينزل الميه، هشوف الاقي فيها قد ايه حاجات مش كويسه او حاجات مش مظبوطه كانت بتنزل ملوثه كانت بتنزل مع الميه. ده كله بيبقى احنا اللي يعني بيدخل على الكلى على طول وبيأثر علينا، فيعني مش كل بيت هيجيب فلتر ومش كل بيت هيعمل الحمايه اللازمه علشان ان هو يقدر يصفي المياه وتدخله بدون شوائب. كل ما كانت مشكله التلوث اكبر كل ما كان الحمل على محطات المعالجه دي اكبر، لانه تلويث نهر النيل معناه انك هتصرف فلوس اكتر عشان تنقيه المياه دي عشان الشرب. المحطات ديت المفروض انها بتاخد المياه وبتعمل لها تنقيه معينه، عندنا بتتعامل بالكلور، تعدي في المواسير توصل للبيوت. وفي ايام المايه بيبقى الكلور فيها عالي جدا وبيبقى ليها طعم، فبضطر ان احنا نسيب المايه شو فتره لغايه ما ترسب عشان نقدر نستخدمها، والا كل ده هيبقى رواسب جوه الجسم، يعني الواحد مش قادر يتخيل ازاي ان كل الاشياء اللي هي بتبقى موجوده في المايه ديت او الرواسب ديت جسمنا بيتمتع بيها. المفروض ان هي تخش تغسل الجسم وتنظفه، فهي بتخش تضيف عليه امراض
وتسيئوا يعني ما تفيدوش. اكتشف في العديد من الحوادث ان العمال اللي موجودين ما عندهمش فكره عن الحاجات للدرجه اللي فيها بيحصل اختناق وبيحصل كميات ضخمه من الكلور بتتحط وممكن يبقى لها اثر خاصه لو اتشربت الميه وهي فيها الكلور الابيض اللي بيبقى موجود فيها ده لو اتشربت بيها. وبالمناسبه هو مش المطلوب ان احنا نزود من امكانيه هذه المحطات عشان تقدر تنقي نهر النيل بالحاله بتاعته اللي بتدهور، لكن المطلوب وقف تدهور حاله نهر النيل نفسه، هو ده الأصل في الموضوع. كنا عاملين اجتماع انا وزملائي هنا في المكتب، في اوضه الاجتماعات عندنا بتطل على مينا نهريه ورا المكتب عندنا اسمها مينا اثر النبي. وفي اليوم ده كانوا بيعملوا تقريبا صيانه لواحده من المراكب او لكذا مركب، فشفنا في المرسى وهم بيعملوا الصيانه الزيت اللي ناتج عن اعمال الصيانه كله بيترمي في النهر مباشره، فكان في بقعه زيت كبيره قوي محاوطه المرسى. فاهل المينا، والمينا دي طبعا مرتبطه بالنيل ارتباط مباشر، يعني هي على فرع من النيل. ولو تبص لو تقرب هناك من الحته اللي فيها الثلاث قواعد اللي بيتحط عليهم السفن هتلاقي ان بالفعل في بقايا لزيوت موجوده عندها. طبعا المنظر ده ولا حاجه مقارنه باللي بيحصل لما بيعملوا عمر او بيغيروا زيت بتاعت اي مركب او مجموعه من المراكب في نفس الوقت، بتلاقي كل المنطقه دي بتلاقيها ملوثه بنفس الطريقه اللي هي اللي عند هناك اللي جنب الشط، بتلاقيها كلها متغطيه بالزيوت. ففكرنا نعمل ايه؟ غرفه العمليات الموجوده في وزاره البيئه اللي المفروض ان احنا نكلمها عشان نبلغ عن نوعيه من انواع النوعيه دي من انواع التلوث. فبالفعل قالوا لنا ان هم هيتحركوا، بعتوا حد للموقع وكلمنا قال لنا ان مفيش حاجه، انه مفيش اي نوع من انواع التلوث هناك. علشان ناخد اجراء مع مصدر من مصادر التلوث، والعائمات النهريه دي مصدر من مصادر التلوث. هي يعني هو دي مشكلتها ان المياه بتكون فيها بعض الزيوت، وبالتالي كل العائمات النهرية ملزمة ان هي تركب جهاز، الجهاز ده لفصل الزيوت عن المياه. بس اللي احنا متأكدين منه ان لا زالوا لحد دلوقتي بيرموا الزيت في النهر. المشكلة الأساسية انه الناس مش بتحس بان ده حاجه غلط، دي المشكله الاساسيه. يعني معظم المصريين لو شافوا حد بيرمي زيت في النهر الطبيعي بالنسبه لهم ان الصرف الزراعي او الصرف الصناعي بيروح على النهر لان دي وسيله تصريفه بعيدا عن المناطق السكانيه. طب فين دور الناس هنا؟ طب المواطنين ما هم برضو بيلوثوا. شوف الراجل اللي عمال بيغسل الحصان في النيل، شوف الست اللي عماله بتغسل المواعين بتاعتها في النيل، ده كلام فارغ. دي سلوكيات بشرية بسيطة. كل دي مفروض ان يعني يبقى في وعي كامل بان المية دي في الاخر احنا بنستخدمها للشرب وللزراعة واحنا عايزين نحافظ عليها. ما فيش حد اهتم انه يروح مدرسة مرة ويعمل حملة توعية. احنا بنعمل توعية في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية والجامعة ومراكز الشباب. ممكن برنامج تلفزيوني كل كام شهر، لكن مباشر مع المواطنين في المدارس ما حصلش قبل كده. الحاجة الأساسية اللي الناس مش بتفكر فيها ان القاهرة تحت الدلتا، فأي تلوث بيحصل في القاهرة المية دي كلها هي اللي بتروح عشان تسقي الدلتا كلها. لو كل واحد يفكر انه ازاي ان نهر النيل لما يتلوث معناها انه بيلوث المية اللي بتروح للأماكن اللي هيتزرع فيها الأكل بتاعه، الناس هتبتدي تحس انه حاجة زي كده فعلا مشكلة. هناك مجاري مائية فيها صرف صناعي، صرف يعني صرف صناعي بحت فقط، ويتم استخدامها في ري بعض المحاصيل. وصلت ايام ان الخضار نفسه يعني طعمه او ريحته او لونه متغير نتيجه ان هو الميه اللي مسقي بيها مش مظبوط. واحنا في منطقه هنا ما نقدرش مثلا نجيب حاجه مضمونه او حاجه مغلفه سعرها غالي، فللاسف الشديد يعني ببقى انا متخوف وانا باكل اكل زي ده او خضار زي ده. احنا عايزين نغير سلوك الناس. لا، انا عايز افعل القانون، والقانون موجود ومكتوب بس نفعله. ده المفروض يبقى فيه اساس ان سواء في مشاكل او مفيش، المفروض الاصل ان احنا واحنا بندير مواردنا منها نهر النيل لازم نديرها بشكل
يسمح بالاستخدام الأمثل، وهذا لا يحدث حتى يعني حتى بعيد عن المشاكل أو في وجودها لا يحدث. الناس في مصر مش مدركة برضو لسه أهمية أنواع التلوث المختلفة. الموضوع مش مجرد تلوث المية والهواء، تلوث السمعي وتلوث البصري، حاجات بتأثر كتير على النفسية بتاعت الناس وعلى إنتاجيتهم وعلى سلوكياتهم في الشارع مع بعض. أما الاقي العربيات ماشية بصوت عالي مرتفع، أنا ماشي في الشارع طب ليه أعمل كلاكس؟ الحكاية ما بتقفش عند أن أنا سمع حاجة تعباني أو مضايقاني، لا ده بلا شك ده بيأثر في سلوكي في تعاملي مع الآخر، وبيتأثر عشان أنا كمان أبدأ أسمعك فبعلي صوتي، فده تلوث سمعي أن يصلك نغمة غير متسخة لا مع وعيك ولا مع الطبيعة ولا مع وعي الكون. يعمل إيه بقى التلوث الضوضائي؟ ممكن يعمل يوصل لحد الصمم. في مناطق صناعية بتعمل 24 ساعة زي كسرات البلاستيك ومكن النسيج، يعني أكاد أقول لحضرتك إن أقول إن إحنا عندنا مناطق في أهلها أصيبوا بالصمم نتيجة إن الأصوات العالية أو التلوث السمعي كثافته عالية جدا في المنطقة دي، وفي أوقات يعني لا ليل ولا نهار بيسقط. صوت المصانع طبعا زي تعودنا عليه، واحنا تعودنا على كده بقالنا 35 سنة على كده. ده تقريبا يوم الأجازة اللي بياخدوه بيبقى فيه وش في ودننا، خدنا على إن المصانع في وش وش وش. الضوضاء تعمل إيه تاني؟ ترفع الضغط. طب ما إيه يعني إيه الضغط ارتفع؟ يبدأ هذا الضغط العالي يأثر على عضلة القلب، بترفع الضغط تأثر على وظائف الكلى. نيجي نشوف مثلا حد يعمل فرح في الشارع ويقعد من بالليل للصبح عامل ديجيهات وسماعات. احنا شعب نمتاز اذا زعلنا نصوت في الميكروفونات، اذا فرحنا نغني في الميكروفونات، بس انا ماليش ذنب تاذيني بالصوت العالي او تاذي غيري. لما في الافراح دلوقتي عشان نقعد في فرح ولا نقعد في اي حاجه بنحاول نحط قطن في ودنا عشان يبتدي يتعامل معاه ويجيله الصوت معقول شوية يقدر يعيش معاه. احنا عندنا ما فيش اي تنسيق في اي حاجة حوالينا، وده برضو بيعمل لود على الحالة المزاجية بتاعت الشخص. الخوف من اولادنا بقى ان هم يبصوا ويعيشوا النهاردة ويتعاملوا مع هذا القبح ويبقى جزء من حياتهم ويمر عليهم مر الكرام ويبقى الامر ده هو الامر المعتاد وما يحسوش بالالم اللي انا حاسه بيه النهاردة. لما المدينة بتكون قبيحة ده بيأثر علينا، وده بيمثل تلوث بصري لا يقل في الأهمية عن جميع أنواع التلوث التانية. يمكن أنا كنت بسمع أن القاهرة في الثلاثينات والأربعينات كانت جميلة. خديوي إسماعيل لما بنى القاهرة الحديثة وكان بيبنيها على طراز أوروبي وكان بيحلم بأنها تكون شبه باريس، وكان التخطيط العمراني ساعتها بيدي مساحات شاسعة للجناين، وكان بيبقى فيه طبعا مسافات كبيرة ما بين العمارات وكل عمارة والتانية وكل فيلا والتانية. إنما المشكلة اللي حصل في السنين اللي فاتت دي بقت بتطلع بداله عمارات للأسف قبيحة جدا. كان في ستايل معين، ذوق معين، طراز، بعدين دخلت عليه نوع من السلطة المعمارية، وبعدين طبعا بتكدس السكان وضيق الشوارع وزياد العربيات وتكدس المرور وكده. لا يعني حضرتك عارف القاهرة اتغيرت كتير للحال أسوأ شوية. إن هنا ده متحف الخزف الإسلامي، وكان قصر بتاع أمير اسمه عمرو إبراهيم، والعمارة التانية هي واضحة. شوف الفرق ما بين دي ودي، وما بين اللي عمل دي واللي عمل دي، وما بين اللي كان عايش في عصر دي واللي بقى عايش في عصر دي. في مدينة كانت من أجمل مدن العالم من 60-70 سنة، مش من مدة طويلة،
وحتى طباع الناس اتغيرت غالبا بسبب الشكل بتاع المدينة، مع الزحمة دي والقبح ده بيسبب في توتر أعصاب. المشكلة مش في الازدحام السكاني فقط، إنما المشكلة كل أنماط وأنواع العمران موجودة في القاهرة. في مصر كل عمارة لون. العمارة دي صفر، وواحد يجي على البلكونات ويحط إشاني، وبعدين اللي جنبه أصفر، واللي فوقه بنفسجي. على طريق الدائري الناس استغنت عن المظهر الخارجي، بقت تكتفي بالطوب الأحمر. شايف لأنه المظهر الخارجي ما أضافش أي شيء، هو كل اللي أضافه هو مزيد من القبح. طب خلاص أدفع ليه فلوس عشان أضيف مزيد من القبح، خليها كلها طوب أحمر. في نظام في العالم كله للجمال في الأحياء، بيديك نموذج واثنين وثلاثة وأربعة للمنطقة، بيديك ألوان، يقول لك كله يتكسب الحجر، كله يتكسب الجير الأبيض، كل وهكذا. التلوث البصري اللي في مصر مسؤولية الحكومة وبالذات المحافظات والمحليات. ليه ما فيش قانون يقول إنه الألوان في الحتة الفلانية، كل مصر الجديدة أي عمارة تتبني في مصر الجديدة تبقى بيج أو كريم؟ طبعا في ناس هتقول إن في قوانين لابد أن تفعل، وفي مشروعات لابد أن تنفذ، إنما بمنتهى الصراحة إذا لم يكن هؤلاء البشر اللي هم سبب المشكلة وهم أيضا عوامل حلها في نفس الوقت، إذا لم يكونوا فاعلين، إذا لم تكن ثقافتهم ثقافة إيجابية، سوف تفشل كل القوانين وسوف تفشل جميع المشروعات التي يمكن أن تتحقق. كنا نلاقي عضو مجلس الشعب كنموذج المفروض ان هو دوره رقابي، هيراقب اداء الحكومه، وعلى راس الحكومه وزير البيئه مثلا هيساله في التلوث البيئي الموجود في منطقته. نلاقي مبادره التلوث جت اصلا من المرشح او العضو اللي نازل مجلس الشعب بانه عمل يوفط وصور وملصقات على الحوائط كوسيله من وسائل التعبير او الانتشار او الدعايه بين الناس، وهي مخزيه جدا. يعني للاسف هو اول واحد بدا بتشويه الصوره الجماليه اللي كانت موجوده. المعادي من أرقى أحياء مصر، وكورنيش المعادي ده كان تحفة. دلوقتي هو مغطى، إما مغطى ببنايات أو حتى الحتة اللي فيها سور، السور حاطين وراها شجر، الشجر جميل لكن هو حاجب النيل. المواطن زمان كان من حقه يتمشى على الكورنيش، وكانت حاجة حتى لو مواطن فقير ما كانتش بتكلفه حاجة، وكان النيل والكورنيش مفتوح لأي مواطن يقعد فيه، وحتى لو في فروع النيل موجودة هنا فبيتم تشويه صورتها الجمالية. احنا عندنا هنا في شبرا الخيمة ترعة كورنيش، ترعة اسماعيلية، وهي امتداد من فرع من فروع النيل، للأسف الشديد مهملة بطريقة بشعة، تحولت إلى أكوام قمامة ومزبلة. مهما كان الجمال جمال، في تلوث على مستويات مختلفة، إنما التلوث القبح من أهم ما ينمي. إذا كنا بقى هنتكلم عن النفسية والكلام ده، النفس السليمة. أنا أكتر حي بحبه في القاهرة هو القاهرة الإسماعيلية طبعاً، وسط البلد، علشان لسه روحها فيها. دي مشكلة وسط البلد الأساسية، تلاقي العمارات أغلبها لسه قديمة، لكن بص هنا كمان، وكل صاحب محل متخيل إن هو لو ما عملش كل الألوان دي ولو ما تفوقش على جاره بالألوان الفاقعة أكتر منه يبقى ما حدش هياخد باله من المحل بتاعه وما حدش هيروح. عشان أنا اتكلمت مع ناس زي دول بقوله ليه بتعمل كده، بيقولي ما هو سجاري حاطت لون فوشيا قوي فأنا لازم أحط لون فوسفوري أقوى منه عشان الناس تشوفني أنا وما تشوفوش هو. إنما للأسف لما بطلع طبعاً الأحياء الأجدد شوية هي عبارة عن كتل أسمنتية على مرمى البصر، فأعصابي بتتعب، ما بستحملش إن أنا أكون في أماكن زي دي كتير. أنا بحب أرجع دايماً للمدينة القديمة. أنا بتصعب علي مصر، يعني بصعب علي بلدي بحبها، يمكن زي بقولك لأني شفت الجمال اللي فيها، لكن ما أعرفش أولادي بقى بيبصوا لها إزاي، بيحبوها ولا لا. انا بحبك يا بلادي.
يوم 25 يناير الناس صدقت ان اي حاجه عايزه تعملها لو صممت عليها فهي فعلا هتعرف تعملها. احلى حاجه شفناها ازاي ان الناس بقت تهتم بالشارع بتاعها، بقى بيتها بقى بتاعها. انا متفائله ومتوقعه ان الروح الايجابيه بتاعه الشباب دي هتستمر ان شاء الله. الوضع لا يمكن يكون ميؤوس منه. 40% من المجتمع المصري شباب، وشباب عنده مش بس عايز اقول طاقه، ولكن عنده طموحات وعنده احلام. فاحنا عايزين نوجد الطموحات والاحلام وفي نفس الوقت نحاول ان احنا نحققها له. انا متاكد ان خلال 10 سنين من دلوقتي احنا ولادنا هنعيش عيشه مختلفه خالص، وهننعم بقاهره مختلفه ان شاء الله.